السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرميتيوب دمانتي سود واد أصحابي سلمان. بعدون هاي. هاي. بقول كون أنا قبل القادم يوليو. أرتمي أو قررت أنا ما سنتين هرمت وقال بقول كون. سما. ها. سلف بلي بطن كان أنت نوصل يجسي. ها كان نوصل يجسي أو قال بقول كون إن شاء الله. ما يفش مردو بلنديور كنا حق شو. ها. منيو شكا أو قصر بلنا ما توضع. صح. شو ده. سلمانو شكو حالي أركعي السوشيال ميديا وليب التويتر كأدوك حسن ما جبتو صح قبر لدوهو صفين نور عجبتو أو صوماليا قبر داس واحد سمي سي لعكو بيتو مليون دولار عكو كي كتشتا لعلي what the fuck believe or not كو يتو مليون كو يتو مليون دولار ايا قبر داس عكو كي كتشتا لعلي او جبستي و هذه نوع عرفتها وصلت لها لكن هاو خام نوعها ان قبل دان صفين نور عندها قبل دوار ركنا دان صح ان هاشتاك سرفايفنج صفين نور على وصوقع تويتر كان صح وحاليا بيها سيدا عيكو سرفايف قرودي اوكي ان قبل دا صرت مركي انتان ناشي كده دقلين اصحابي دادكينا نقول عصب ايتاي مركو قوه الرئيسي الجنر كان صامرا نعم صبق دا اما سيخل دان اكيدو كسر لها فضلا ابو خاليه وحكا عطسنا هنا سبسكرايب كنو قدخر اسو دخرا ها هدي واحد يلوق يسو ديما انا لايك غري شير غري نوتيفيكيشن كنو داو يس اخص على البروجرام كنا اوكي قبل ما ركنا لك صح مريكني جوتا كنا دي ركنا دي واه ركنا دا دايز واحد على الشيق انا بدي مشي كره سماد داخل دمها تقوق والله سلمان اختي انا سمح حقوقك إن حلقة عم بس. تعال لك هذا بيش عاد لو تمعك أكو قرا. لا أنا بيش عم بس يو حا ما بقرنا أرتكوري. سلام كذا. تقدام قرنا دلش عندك الله أبو. أنا هذا بيش عم بس يو حا قرا بيش كود كودي ده. أنا هذا بيش. That means what so much. So much. بيش كود كودي ده. كود بيش. أعوذ بالله ما تمام عنا كل يوم مرة. أوكي. قبلنا ما ركنا ده. ولو تنجيب بعض الهداد يروح له قياسي صح بالهذا واحد عدد كرت تصور كده إنه تصور بالصور كان رفيريا ما يغلق قياس كرت عند ها ليش أصدق أوجد ده واحد طالع جبلة أصغر الناس أي اللي حب ذاك الواد بشاله يا بعشا دفت عشان بين تعمل له اسم العوية نعطي طلبة قمر جاك سينا قم مختار وباتي جامد الله وقمر جيب بس يا اوكي قبل ان كندا كي ما تم ريكني جوكتا واحد سمي سي صدح مقالو بحيسا صح وكندا ميا كندا كسو تكت مريكني جوكتا مريكن الا بافل هيلز اريا ديدا ميامي اريا ديدا مارك الا بافل هيلز اريا اما الا يلم بس كده واحد واحد دكن ذا هول سيلبرتي يو دنا دكن عالم كندا ماشي ماشي او هول بدك فيا والله ضفك اكثر بدك لعك لعانك كل ماشي صدقيه صح اوكي ماشي كان قبل اسوق بدن تحي وحكوا قاطو يدنا على لاس فيغاس واو وري ماشي لو قلتوا انتوا وايل كاسينو دم بعدوك ماشي بحروق ردا صوره ها 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 ماشي صدح هذا مركو بدن تحي قبل اسوق حكوا داستو وا ميامي واو وري ميامي بليرد لعقتو ده ماشي لو قلتوا انه وايل هو نفسي ادونك وايل انت معاك بكيني بلا يسوق حشتان اوكي ميامي المقلد ها صدح ناس مقالو اي ودخيسا صح قبل ده مركا واحد سميسا دك أو إنفلونزر أو دك سو دك سو شيء تو وحط التلمامو يا أو هو تدلق من هذا سمعنا يا قفل بوي كشاعة وسمعنا يعني دع دع إذا بلا قف افتهنا حاول قف هلا منها في الفرعون ها قف هاد درت سداد إن سداد فرق الدرجة ما ركت كان مش قيام مقطع مش قيام لكني ما ركت قف كي إري وضعي وحكة لجذنا هاي وكل طورة وكل من كذا سنة صح تنك هو يقلق بدلته وافتانا بدك سلبرتي ما كعرفته حق ليس ولا شيء كسر صح واسبريسا واحد سكبر تقول بقى إني سيد قف عام أو كلا تهاي واحد شيء كتئ أو كلا تك هلو ها أي ده هذا ويقلع عم ويقلع أربع وليه يا صح وحمي إني وينك تان بدك سلبرتي حق شا لعكتك تدا تطلع خلاص قبل صوماليين والعين تصلك ده ستارت ايه ماكو راو هو اللي بيقالك ده حتى هو في عبد الله قعيتكم لا كسر
ina dadka soo saaray galay guriga ka soo tagay kan ma aha hotel ikre oo ukrese ka bacay maalkana tig diyaarada u jirtay balan degista ka badan bruh if you know me you know I don't be with the fucking drama but this bitch done pissed me off to a point where yeah bitch I'm taking it fucking public so I want everybody to know that this bitch Sophia thinks that she can fucking get over on people, but what she don't know is that I will literally make her life a fucking living hell. So this bitch thought that she could play the victim card on me, and she called me in the middle of the fucking night, crying on Sunset Boulevard, talking about, I don't have anywhere to stay, my cousin stole money from me, blah, blah, blah. So I booked her the hotel or whatever, right? Cool. But then she asked me again the next day to book her another hotel room for another $250. I said, bitch, fuck no, because you haven't given me back that $250. And then a month ago, I bought this bitch a fucking plane ticket. And she said that she would send me the money back on PayPal, but that it would take a while because since it's Canadian to US, that it would take a while to send, which is fucking bullshit. I buy shit from China all the time through PayPal. I've sent money to people all over the world through PayPal, and that is not the fucking case. But I let that shit fucking slide because I thought this bitch was my fucking friend. But clearly this bitch think that she could keep trying to fucking get over on me. And now when I'm asking her for my fucking money back, she want to act like everything is cool. No, bitch, ain't shit fucking cool. So let me tell you like this. I'm putting you on fucking blast. Okay, if you keep trying to fucking play with me, I will literally report every transaction as fucking fraud and get your ass deported back to fucking Canada. Bitch, do not fucking play with me. And I hate to even bring this shit to fucking social media, but bitches like this is the type of shit that you have to do. I have to make this shit fucking public, put this shit on blast so that this bitch knows that I'm not fucking playing with her and so give me my fucking money. Tenfold, actually, bitch. I want, since you took $450, bitch, I want $900 back. And every day that you fucking wait, I'ma ask for more. And if you keep fucking playing with me, I will file a police report and make sure that you never step foot in the United States ever again. Okay, I have the video about what's on our 10 year governor's black American. So, okay, yes, naagtan way saaxib way way sabartayna saaxib bay noqdeen iyadna qof dadka aad u soo jiita bas habeen bay kala soo baxday waxa tiri haddaan soo baxay gurigii maadaarka kaasi kaga soo dednay meel aad ma hayo hotel kale credit card laga isla jamaa aanu waxa ma hayo credit cardkeedii ayay markaa hotel laga karisay maalinkana tigi diyaarada u jirtay ما صدحتك يا بتمنى هسه يعني انت سوق لو اسكو بودري وكديدي يا مركه قف نوع سكرات اني قش ما هي يا ادلس دتك او سيلبرتي دسار سي واوي يا اني واخا سي دفتر كوميتون مليون ما العاد يرمى وكل كم مليون دولار امريكان كان دولار كم ما هم جايز يا العاجان افريكاني دولار ما قفت حرف نمد سنان حك لدي انا ارت قفت سو حاجه يا بيرتا قف كان سيلبرتي markay khabato maxay ku dhahdaa ma aqab nooc la nin caana oo kale ha wayn soo jiido shabadanta naqsha ya qurux badanta aniga waxaan dhila hal mid quruxda hadda waa aragnay video ee soo kale samaha ta ila ma aniga qof saaso naaga soomaalida kuwa aad ba boqolaal ba qurux badan aniga hal mid aan dhila gabadhaas ee horta hadda wax dhacay sida ma hadda wax dhulka la galeys xabad kun iyo toban dollar waxa ku qaldamay sida gabadha camal 12 million laasho ma mar jeenay inay wax caam asaas ka dhacay balmo sameeyay haday dhacaan abtiga sheekeyna kugu tuura ninka waxa la keenyaan ahad gur waxa loo gubay xabad kuma ha minna xabsiga dhan aw uga baxay lacag 20% mise 20% camal ana adiga taasad qashay samaha aniga maalin waxaan soo joogay soo taagnay ha
nin oo cabbage-ka soo taqaan cabbage-ka cabbage-ka oo salaad la cunay lagu lagu darayo cabbage la dajinayo oo xabad cabbage uu ka dhalay digi meel sax oo la orday sax yaa waxaa la soo qabtay waxa ka weesida loo tumay maalintii la tumay xabad cabbage-ka waa 20 shilin yaa laakiin gaaridan oo cabbage dulla baxsan laha caadi ahna ha wax dhan macquul ah kii kasoo daba qaliyay xabad cabbage qabsanay oo guriga gabadhaas marka sheekadeedi adduunka dhan ay qabsatay wallahi yaa hadda xarlay oo dhahay film documentary ka sameynna ma taqaana Netflix documentary ka sameynna bismillaah marka ay dhacday naga hadlay Netflix oo macnaha maxaa lagu ogaaday inay intaas oo lacag haysto wala baaraday dawladdi dambi baarsay oo adiga waxafta balaag amerikaan marka isku dhaceen la qabtay miyay ma hadda twitter ka dhacay sheekada dhan adduunka haysta yaa laakiin sanadkan iyo hata gabadha Soomaad markaa loo fiiriyo kuwa ugu qorxda dadku ma jirto xitaa kuwa labaad ku ma jirto sax aniga shakhsiyan saa waaqi ma ya Soomaaliya abtiga waxa waa gabadha ugu qorxda badan aniga saa aaminsanahay way jilcan ma ya hadiiba gabadha ugu qorxda badan Soomaalida raadiyo aniga lama in kuwan yani la labsi in laga dhaxay hadda naagta u jeedin xitaa naag loo shaqeeyo oo aan gabadha isku qorx badan ay jiro gabadha fara badan no hadda habda ma u jeedin meesha hadda ay sawirkan arkayna dadka tusayne dhala meesha uu saarnay habad kuma jeedin oo habad saamba waa halaag iska turwa waa halaag qaar iska turwa waxay u naxda ma jirto sax noocida kala fiican laakiin sadis tubase tumse karahay alaabti dhac bila amalo mid hata noo ku taagarsanahay waxa dhacdaba laakiin sadis inay wax weyn ah waa nafteedii oo hadda daari waxay kala sameysaa dadka taa shacabka gaariga bixay dhe naagta aad u hato ka fiican tahay dadka la walaashay aadana daawaneysa ya kuwa tiktok ay ku jiraan hal fariin aan buu diraa yaa lagu ciinjin meelaha ku dhuuma maartay pavilion ee nida waweynka aad ya hal qabtaan la sasa waxaan dareen in maareekt ina xariftan tid ina maareekt lacag dhacay waxa ka wanaagsan maareekt wallahi in inta habsi gali lahayd qab wax gali nolosha dadka badan ee friiga sida salaam boqor shiid ba iska ah ee sirii ha magaalada iska soo baxay iska jirna la ta hada gowdas adiga lacag wax ba ma aragtay wax ma jirtaa laakiin inta markii waxa ma suurto gelin hada CID markii lagu dhaasay FBI balaas oo ku raacan in xaq naqta dukh kana qabstay waa laga yaabay shirkadeed in min caana oo ma aragtay fanaan weyn oo Mareykanka laga yaqaan oo adduunka dhan laga yaqaan wuxuu yiri maxaa ka cabsataa yiri markuu wuxuu yiri ilaahay iyo FBI isu dhaaf marka ha marka gowre aad dadka gacanta ku waayay kulli waa maayay ilaa yaku soo gaara baa ku yiri kaad milyan isku bixi hadda 19 milyan isku bixi wax fiican oo sameysay gabadha Soomaaliya halka dollar meelaha ka qaadanayo ya hadda wax dhacaysan sida tan u dhac inta aan nin cabur xubin qaadin timaha nin la xiro ha dawladda Soomaaliya lacagteen ilaahay waxna isu gaarsiinay aha oo wareebne Soomaaliya laga naftaas ma aniga wargeydana hadda meesha ay sanax hal dollar isteen soo turaq marka guys waxaan iska soo gabgabeynay maxaa soo gabgabeynaa yaani hadda wax dhacaysan wax weyn dhaca marka ay tala caani aan siino hadda wax dhacaysan wax weyn dhaca sida gabadhaas inkastoo laftigan ay dad baa baxta lacag ku guratay ha gelin marka waxaan ku soo gabgabeynaynaa hablaha Soomaaliyeed yaan gabadha lagu daysan ha hadda ku bilaabaysan hadda ku dayneysa lacal hadii ay ku dayneysa maamacaani wax dhacso ma wax dhac ma dayneysa Soomaan in case hadeen dhacdo walaalyaal oo kun iyo qalin iyo buug yahay ku qaldamay baasha ka ciyaar qasnaa meel weyn qasnaa dhan inaan ruqtaan wax jabsada tugaagii inuu ku tagay maanta Soomaan ee tuugnimada aan baa filisina la yaabana ma inuu waxaan ka baqay inuu noqdo abtaannaan in ninkaas uu aan laba tuug war ma aniga ma jecelay gabdha Soomaaliyeed inay wax dhacaan laakiin salaal la haday dhacdo aan ka hadlooya wax noloshaada ku badbaadin gartid salaal la haday dhacdo ay timaado inaa Salmaan ay gabdhii wax dadsadaan wax weyn dadsada qatar iska dhiga oo isna hayn guriyna joogay haa wallahi taasan baa abtaannaan adiga hadda ahaan lahayd qof 19 milyan qaaday maxaa aad sameyn lahayd oo isku bixin lahayd aniga adi ahaan taa nee waxa sameyn lahaa horta aniga walaal xitaa kam dhaxtaana bigi dhaxrad ma la hasta ba kombo bugsta waan soo dhaca soo maaha dadka si bashaariya loo raaciya hadoo ma gaadaba imaanaya walaal ha mariyaha bedelanin timaha jaranin
وحاوى أذن راف راف سكلك لكن كويتو من أنت قاعد تدار جولدن أحرد والله مراكز كوي كاتب الجوري والله أبليك عمل أسكن كلها لا بسم الله دوق من بسرعة واحد من أكيا بوا بيرت أفغانستان ما نوع عصدائر كذي أقدر يستأجر النقلانو عارفي إنت أستكمل من جاهد أصحابي بليو جين هالك سوي بليو جاي واحد حين كي قلت جينا سيدا يو مع سلام مع نولاده دا واحد عيسانا وحوي النع مع سلام